معاكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية وتغطية طبعا افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع. ومعي في هذه اللحظات بقى نجم حفل النهاردة، يعني طبعا السوبر ستار أحمد جمال. فده طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، سعداء جدا إن أنت كنت معانا النهاردة. عايزاك بقى تكلمني على الأجواء، يعني طبعا كيان النادي الأهلي كيان عظيم وأنا عارفة إن أنت بتنتمي ليه طبعا، فعايزاك بقى تكلمني عن كل الأمور دي. الأول طبعا برحب بيك هنا وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. الحقيقة اليوم النهاردة جميل، يعني من أول اليوم ومن حتى من وأنا بحضر الكواليس من يومين للتحضيرات البروفات الحفلة، يعني شايف اهتمام كبير وتنظيم كبير ما شاء الله. الشباب كلهم ما كانوش بيناموا الحقيقة. فكرة الافتتاح الفرع نفسه ان يبقى فيه فرع جديد في التجمع ده بالنسبة لي حاجة حلوة، لان انا من هنا من سكان التجمع ومدينتي، فبالنسبة لي دي حاجة حلوة. فكرة بقى انه يعني انه النادي الاهلي معودنا دايما على المفاجآت والانجازات اللي ما بتخلصش ما شاء الله، زي البطولات كده. الحقيقة الواحد فخور ان هو من جمهور النادي الاهلي، والشرف الكبير بقى ان النهارده اكون مشارك في الحفل النهارده. دي حاجة يعني مكالمة حتى كابتن محمود الخطيب امبارح دي كانت مكالمة يعني مفاجأة بالنسبة لي، وشرف كبير ليا ان اكون موجود النهارده. والحمد لله كنا قد المسؤوليه، عملنا حفله حلوه والناس مبسوطين. يعني فعلا الجماهير كلها كانت مبسوطه قوي، شفنا في تفاعل كبير جدا من كل الاعمار الحقيقه، الاعضاء الصغيرين والكبار وكمان طبعا النجوم والفنانين اللي كانوا موجودين. بس اكيد مش هينفع اعدي بقى من غير ما اتكلم عن طبعا مكالمه كابتن محمود الخطيب ليك اكيد. يعني طبعا هو الحقيقه يعني الفضل يرجع لهشام جمال بقى، هو صديقي اللي كان يعني شغال على الحفله بقى له اكتر من يمكن شهر شهرين على حسب بقوله. يعني لقيته بيفاجئني امبارح بيكلمني وقال لي كابتن خطيب عاوز يشكر أشكرك على حضورك بكرة يعني. وكانت مكالمة لطيفة جدا. أولا كابتن محمود بالنسبة لي أنا قلت قبل كده إن هو نفس مواليد نفس سنة بابا، فأنا بعتبره والدي يعني في نفس سن والدي. والحاجة التانية إنه هو رمز بالنسبة لنا كلنا كأهلاوية في تاريخ النادي الأهلي. فانه يكلمني ويقول لي ان احنا هنسعد بوجودك بكره وهتشرف الحفل وكده، دي حاجه كبيره طبعا بالنسبه لي، يعني مكالمه مهمه. والحمد لله ان احنا قدرنا نسعد الناس اللي كانوا موجودين النهارده، وردود الافعال عماله توصل لي على الواتساب من ساعه ما خلصنا يعني. دي حقيقة الحقيقة كان الحفل مميز جدا. طيب احنا اكيد داخلين على مباراة مهمة جدا ونهائي دوري ابطال افريقيا، وانا عارفة انت بتشجع كورة اكيد وبتحب كورة ونادي الاهلي، شايف ازاي المباراة دي؟ يعني طبعا ماتش صعب، بس احنا عندنا في طار بيت من السنه اللي فاتت، فيعني احنا الدوافع عندنا اكبر. اتمنى ان شاء الله نخلص الماتش الاولاني هنا يعني عشان نروح مرتاحين ان شاء الله، ما نبصش بقى لتحكيم وحاجات. وانا متفائل، يعني اللي خلى البطوله تجي لنا تاني من ضربه جزاء اطهر الطاهر حبيبي الملايين دلوقتي. فيعني خلينا نقول انه ان شاء الله انا متفائل البطوله تكون ال 11 بتاعتنا ان شاء الله. طب في النهاية بقى عايزينك تغني أغنية للنادي الأهلي كده نختم بيها. أغنية للنادي الأهلي، هو احنا طبعا بنحضر لأغنية جديدة للنادي الأهلي على فكرة من ألحاني، وهنجهزها يعني ممكن تبقى في الاحتفال اللي جاي بقى إن شاء الله. بس احنا ممكن الهتاف بقى الشهير بتاع النادي الأهلي اللي هو أوه جمهوره ده حماه، أوه الحلوة والمرة معاه، عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والآخر الكون، عمري عشان الأهلي هون. هكذا. مشكوره جدا طبعا النجم الكبير احمد جمال، سعداء جدا انت كنت معانا النهارده، الحقيقه كان حفل افتتاح مميز جدا، بشكرك مره تانية اكيد. ميرسي يا هنا، وشكرا ليكي ولكل الناس اللي بيتابعونا. شكرا. مشكوره جدا. شكرا.